السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة ديالكم تكون طيبة إن شاء الله يا ربي. فيديو جديد غادي نشارك معكم فيه إن شاء الله بزاف ديال الحوايج اللي كنتمنى أنهم ينالوا الإعجاب ديالكم وتستفدوا منهم. فإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي، معكم سارة، ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما نوصلكم الجديد. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخليوا ليا لي كومونتير ديالكم ولي لايك باش هكا تشجعوني ودعموني أكثر وأكثر. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه كيفاش غادي نزينوا الطبله ديالنا قبل ما يجيو عندنا الضيوف ديالنا. اول حاجه كنديروها قبل ما يجيو عندنا الضيوف او استعدادا لاستقبال الضيوف هي اننا كنجمعوا الصالون، كنقادو، كنمسحوا الغبره، يعني اي حاجه اللي غادي تثير الانتباه، يعني شي حاجه اللي تكون سلبيه ضدنا فاحنا كنحيدوها، كنطويو الصالون مزيان، كنعطروه، ومن بعد كندوزو باش غادي نزينو الطبله ديالنا. اول حاجه كنديرو هي اننا مسحت الطبله ديالي بالمنظف ديال الدجاج اللي دائما كنستعمل واللي لقيت الاستحسان ديالي معاه. ثانيا انا ما درتش لاناب اللي يكون كبير، فقط درت هذاك الصغير اللي عندي لانه زوين وما بغيتش نغطي الطبله ديالي، ما بغيتش نغطي الجماليه ديالها لانها منقوشه. مهم لحد الان بقى عجباني، ولكن كنفكر ان شاء الله انني ناخذ ناب اللي يكون بلدي تقليدي مطروز. فإلا كنتو كتعرفوا شي صفحه اولا شي سيده كتصايب شي حاجه زوينه كاليتي زوينه وبثمن مناسب، ما تنساوش تخليها ليا في لي كومونتير. غادي نجبد احسن سيري عندي ديال الطباصل واللي غادي يجيني مواتي مع الطبله ومع الالوان اللي عندي في الصالون. ما كاين ما احسن من الدوغي لان الدوغي غالب عندي في الصالون. جبت سيري ديال الطباصل، غادي نحط معها حتى سيري ديال المعالق والفراشات. بالنسبه لهاد لي فورشيت والمعالق والمواس فهما عندي في جامعين ما بين الدوغي وما بين لارجونتي. انا غادي نقرب الكاميرا ليهم باش تشوفوهم، ولكن تنفكر ان شاء الله انني غادي نشري واحد سيري في الدوغي لانه عاجبني وشهوتي فيه، باش غادي نكمل ان شاء الله التزيين ديال الطبله ديالي باش ملي نحطها غادي نحطها متوله وعلى حقها وطريقه. من بعد غادي ندوز باش غادي نحط لي سيرفييت ديالي. حاولت نختار لي سيرفييت اللي غادي يجوني مع التيم ديال الطبله. اختاريت هذا اللون هذا اللي غادي يجيني مع اللون ديال الطبيسلات مع التيم اللي عندي في الصالون، يعني ما خرجتش على هاد الالوان هادو. كيف ما شفتوا هاد اللون هذا راه اوني، ما فيه حتى شي زواقه، باش ما تجينيش الطبله ديالي مشارجيه يجي كلشي مزوق. دونك اختاريت هاد لي سيرفييت هادو. بالنسبه يعني كيفاش غنقادهم، يعني طريقه سهله بزاف ما فيهاش تعقيدات، راكم شفتوا معايا في الفيديو كيفاش غندير معاهم هاد لي بورت ديال لي سيرفييت. هادو اللي كنت خديت مؤخرا من شيئين وشاركتهم معكم وكان الثمن ديالهم جد مناسب. كنت اختاريت خديت جوج ديال لي باكي، كل باك فيه أربعة ديال لي بورت. هادو صدقات ليا لا كاليتي ديالهم زوينه، دابا راهم شي جوج ديال المرات وانا كنستعملهم، باقي لا دوغور ديالهم كيف ما هو، ما كشف ما والو، حتى الزواقه ديالهم عجبتني جات انيقه بزاف. خديت هاد المره غير 8، قلت حتى نجرب لا كاليتي ديالهم كي دايره، واش زوينه اولا لا، واش ما غيكشفوش. من بعد ان شاء الله غادي ناخذ اشكيلات اخرين لان عندهم تبارك الله ان لارج شوا في هاد لي بورت ديال لي سيرفييت، وحتى حتى الاثمنه عندهم راه جد مناسبه بارابور، يعني ملي كنشوفوهم على برا راه كيكونوا الاثمنه ديالهم شويه غاليين. غادي نكمل التزيين ديال الطبله ديالي وغادي نحط فيها هاد لي بورت ديال بورت بوجي. درت هاد الطوالين هادو اللي كانوا عندي حتى هما واللي كتسولوني على الثمن ديالهم. هادو كنت خديتهم من اوسكار ديكور لواحد المحل كاين في مدينه سلا حدا سوق الصالحين. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على لادريس ديالو، كان الثمن ديالهم 75، كانوا 3 بياس ب 75 درهم، يعني الثمن ديالهم راه جد مناسب. وبالنسبه لهادوك الصغيورين اللي شكل على شكل وريضه كنت خديتهم هذه موضه طويله من بيم، صدقات ليا حتى هما لا كاليتي ديالهم، ولكن للاسف ما قلت على الثمن ديالهم.
كيف مشتو معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالي، زينتها باشياء اللي بسيطه وما غاليهش بزاف. كيف مشتو راني شاركت معكم الاثمنه ديال كل حاجه، ماشي ضروري اننا نقادو الطبيله ديالنا او لا اي حاجه في البيت ديالنا بشي حاجه اللي تكون غاليه بزاف، فقط نعرفو كيفاش نختارو حتى حاجه اللي تكون كاليتي، ماشي نختارو غير شي حاجه اللي ندوزو بها واحد الوقت ومن بعد نلوحوها. يعني نزيدو شويه وناخدو حاجه زوينه، احسن ما ناخدو شي حاجه اللي رخيصه وفي ساعه زعما تخسر لينا او لا تضيع لينا. كنتمنى هاد الزين هذا ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا او لا خديتوا منه فكره وتساعدكم ان شاء الله في ملي تبغوا نتوما تقادوا الطبيلات ديالكم. يعني انا عجبتني الشكل النهائي ديال هاد الطبيله هذه. كنتمنى انكم تخليوا لي في التعليقات كيفاش جاتكم. تزين لي عادي بزاف، راه ما فيش زعما واحد المجهود اللي كبير بزاف، فقط عطيتكم بعض الافكار وشنو خصنا نسبقوا وشنو خصنا نخليو حتى الاخير. هذه بعض الافكار اللي شاركتها معكم واللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. من بعد ما قديت الطبيله ديالي ووجدتها وحيتها عليا، يعني خليتها على جنب، كتبقى لي مرحله ديال التعطير، هذه دائما تنشاركها معكم. غادي نعطر الصالون ديالي والطبيله ديالي حتى هي بشويه ديال العود، لانها كتخلي سورتو الا كنتو دايرين شي عود اللي تكون لا كاليتي ديالو زوينه، فراه كتبقى في الدار وفي الفراش واحد المده حتى 48 ساعه كتبقى. وبغيت نشارك معكم حتى هاد المبيقره هذه اللي كنت شريت، اللي بزاف كتسولوني على الثمن ديالها. هذه خديتها ب 120 درهم، حتى هي راه ما غاليهش بزاف، والشكل ديالها جا انيق بزاف وعجبتني بزاف. كنظن هذا هو اول استعمال غادي نستعملها معكم، وشاركتها معكم كيفاش زعما كيفاش جات، حتى الدوغي ديالها جا زوين وجا مواتي مع الطبيله. يمكن لكم تحطوها في الصالون ديالكم حدا الطبيله او لا تحطوها كعلى جنب، يعني المنظر ديالها راه زوين. بالنسبه لهذا البلاطو كيف ما قلت لكم دائما راه بغيت نبدلو ولكن باقي ما لقيتش داكشي اللي عجبني. بالنسبه للعود اللي استعملت هذا بخور عاشور، كانت عطاتو لي حق غير ماما، ما شريتوش انا وجبتو لي منين جات من العمره، وبقى عندي كل مره كندير منه شويه. بالنسبه لهذيك البواطه الصغيره خديتها حتى هي مع البخره، هذيك غنبقى ندير فيها البخور ولا صرغينه، المهم اللي نبغي ندير هكايا واحد التخليطه ديال البخور نحطهم تمايا، كيكون هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه للبلاطو راه غادي نشريه ان شاء الله وغادي نشاركو معكم، كونوا اكيدين. تيكون هذا هو الشكل ديال الطبيله ديالي اللي وجدت، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وصافي. المهم غندوزو نشوفو التتمه ديال لا فيديو. وبغيت نغتنم الفرصه في هذا الوقت هذا اللي تيكون البرد وتيكونوا وليداتنا مرضين وتيكون الجسم ديالنا ناقصه المناعه، غادي نحضر معكم واحد المشروب اللي كيجي زعما كنقاومو به هاد الامراض وكيحمينا شي شويه من هاد النزلات ديال البرد. يعني مشروب اللي سهل بزاف وخصنا نبقاو نشربو دائما ونخليه فوق البلان دو طرافاي ديالنا اولا فوق الطبيله ديالنا. غادي ناخذ واحد الكونتيتي ديال الماء وغادي ندير فيها كدويبرات ديال الحامض، يعني حامضه اللي كنكونوا غسلناها من قبل، كنكونوا حكيناها مزيان وغسلناها، وكندير معهم واحد الوريقات ديال النعناع اللي تنكون حتى هو غسلته مزيان ومسحته، وتنستعملو حتى هو باش كيطلق لي هذاك الانتعاش ديالو. وحتى هو راه عنده فوائد كثيره هذا النعناع هذا مع الفيتامين سي ديال الحامض. كنديرهم في واحد القريعه اولا في واحد الكغاف بحال هكايا اللي يمكن ليا ملي تسالي نعاود نعمرها بالماء. غادي ناخذ معاهم واحد الحبيبات ديال
ديال القرنفل، ما نكتروش بزاف، انا درت فقط واحد 4 ديال الحبات اولا 5، وغادي نلوحهم في هذا الماء هذا، لان الفوائد ديال القرنفل عديده بزاف. دخلوا البنات الانترنت وقراو على القرنفل، راه عنده بزاف ديال الفوائد وكيحمينا من هاد الفيروس اللي كاين دابا حاليا، الله زعما الله يحفظنا منه، وكيحمينا حتى من النزلات ديال البرد، وبزاف عنده بزاف ديال الفوائد. صافي غادي نخلط هاد الماء هكايا وغادي نغطي، نتوما غطيو باي حاجه، انا كنغطي غير بداك حيت دايرها في هاد الكراف، عندها الراس كبير، كنغطي غير بداك الفيلم اليمونتير، وقت ما بغى يشرب شي واحد كيكب منه، يعني ما احسن ما نشربوا الماء عادي ما فيه حتى شي حاجه، هذا ما كيكون من السم وتيكون زعما مغذي للجسم، وميم طورا مقاوم باش نحميو وليداتنا وراسنا من بزاف ديال الامراض. وتال هنا تنكون وصلت النهاية ديال الفيديو ديالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، غنخليكم ان شاء الله مع لقطات من الفيديو السابق اللي نال الاعجاب ديالكم، وخليتوا لي واحد الكمية ديال الحب والتقدير في هذا الفيديو هذا اللي كنشكركم فيه بزاف، لهلي خطيكم شكرا بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتير، شكرا بزاف على المتابعة، بسلام عليكم الى فيديو اخر باذن الله.